ملي كنعيط على امي في التليفون تيجاوبوني خوتي كيبداو يتسابوا معايا. انا ما باغيش ندير شي اجراء قانوني مع امي، ما باغيش يقول ولاد مولاي احمد واقفين مع بعضياتهم في المحكمه. تا هو الخضر هذا امي معيط عليا نتعشى ولا معيط يجيب لي البوليس؟ قالت لي رجع في كتي. وكيقول لك الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا، وانت كتشوف بان الام ديالي ملي كنقول لها انا باغي رضاك كامي كتقول لي انا الا جيتي للدار نتشارع معاك. ولات امي كتساب معايا في التليفون واش هذا هو الرضا اللي بغاوني وهذا هو المستوى اللي عندي خويا طبيب، هذا هو المستوى اللي وصلتي ليه الام ديالك. وبغيت امي ما تمشيش متقله غدا امام الله. كنتفادى بان نوقف مع امي في المحكمه، ولكن خوتي ما حنوش فيه وكيلعبوا بهذه الورقه ديال رضات الوالدين. بغيت شي محامي ولد نقزات واحد اختي قالت لي ملي قلت لها حاجه وحده، قلت لها امي نخرج بحاله وحده، قلت لها الا كان با كاتب شي واحد فيهم شي حاجه وريني الحجه ديالو دابا نجمع حوايجي نخرج بحالاتي. قالت لي اختي قالت لي حتى ولا عندك حق تهضر عليه. يعني هنا غادي توقع عاوتاني في مشاحنات الطريق مسدود في النقاش. كيما انا ما نهضر مع حتى شي واحد، انا جاي على قبل امي. واخا عبد الغني دابا كي داير الحاله مع الام ديالك، العلاقه ديالك مع امك، وشنو بغيتي اليوم من امك؟ دابا كيعيطوا لي في التليفون، وملي كنعيط على امي في التليفون تيجاوبوني خوتي كيبداو يتسابوا معايا لدرجه ان باغيني ندير معاهم شي حاجه، وانا ما باغيش ندير شي اجراء قانوني مع امي، ما باغيش يقول ولاد مولاي احمد واقفين مع بعضياتهم في المحكمه. انا رقيت اللي امي كتقول لي قلت لها امي هادشي راه الورد حل الله من فوق سبع سماوات، يعني اذا كان عندي شي حق في باب خوتي راه ما حنانش فيا. واخا ما حنوش فيك ما قدرتيش توقف معاهم في المحاكم. دابا دايرين امي في صفهم، قالت لي امي الا جيتي للدار انا اللي غنتشارع معاك، وهادشي اللي كنت كنتفاداه انا. دابا ما خلاوني نطالع على حتى شي وثائق، ما موريني البنك اللي حاط اللي كان باك حاط فيه الفلوس، ما عيطوا عليا، ما عاطيني، ما عرفتش، ما وراوني حتى شي حاجه، ما باغيني نستافد من حتى شي حاجه. اجابوا البوليس مع 12 ونص ديال الليل، باش من حق عندهم يخرجوني من دار ربهم مع 12 ونص ديال الليل. جاو تدخلوا البوليس قالوا لي دير فوضى ما دير فوضى، قلت لهم مش من فوضى، قلت لهم الفوضى هما اللي دايرين انتوما داخلين عندنا مع 12 ونص ديال الليل، امي لابسه حق الله. قال لي راه امك اللي معيط علينا، هضرت عاد امي شدات في راسها ودارت الحيط. تا هو الغدر هذا امي معيط علينا نتعشى ولا معيط يجيب لي البوليس؟ قالت لي رجع في كتي، قلت لها دابا راه ما كاينش رجع في كتي، دابا راه غاديين بيا. داروا لي المينوط خرجوني. حتى كنتفاجئ الغد ليه جاو عندي الحراسه النظريه ووضعوني تحت الحراسه النظريه. جاو عندي الغد ليه قالوا لي غتسيني على محضر. المحضر اش فيه؟ كيتهموني به بالتخدير والسب والشتم والتهديد والعنف ضد الاصول. هادشي غير مع عائلتك مع امك؟ وهادشي انا مريحه كنتعشى مع امي. واليوم الجامعه قسما بالله الا هادشي باطل لا اساس له من الصحه. واخا عبد الغني شنو تبغي تقول لامك اليوم الا كانت كتشوف فيك؟ شوف في الكاميرا ووجه ليها الرساله لامك، قول ليها اللي في خاطرك واللي بغيتي توصلوا ليه. بغيت نقول لك الوالده الا كانت عندهم الجرأه يعطيوك التليفون وتشوفيني كنهضر فيه، حيت دابا ملي كنعيط على امي في التليفون كيجاوبوني خوتي ما كتجاوبنيش امي، واخدين لها التليفون. الكلمه الاخيره اللي سمعت من امي قالت لي الا جيتي غنتشارع معاك انا، وكيهدوني بهاد الورقه اللي كيلعبوا بها ديال العنف ضد الاصول. واش امي مرا كبيره ودير عكاكس ما كتقدش تنوض؟ اش من عنف؟ شوف الام كتبقى ام وحنينه. هضر مع امك، هضر مع امك غادي تشوف فيك وغادي يبردوا الخوار. الله يجازيك بخير، هادشي اللي صدمني وخلاني نلتجئ للمنابر الصحفيه. انا ما كنتش باغي نتاخذ شي اجراء ضدهم باش ما يوقفوش لي امي قدامي في المحكمه، لان الانسان الا كنت انا كنصلي وتنعرف الله وكيقول لك الله سبحانه وتعالى وبالوالدين احسانا، وانت كتشوف بان الام ديالي ملي كنقول لها انا باغي رضاك امي كتقول لي انا الا جيتي للدار نتشارع معاك.
كيفاش بغيت يكون النفسانيه ديالي، وكيفاش بغيت اني نخدم بخاطري، ولا كيفاش بغيت انا دابا راه عايشه في المرسى، كنخرج نترزق الله كنجي نعس في المرسى، والدار قالت لي امي الا جيتي ليها انا اللي غنتشارع معاك، انت فين تهز عليا جنويه وشي هضره ما عداتش اساس ديالها من الصحه، ولات امي كتسال معايا في التليفون واش هذا هو الرضا اللي بغوني، وهذا هو المستوى اللي عندي خويا طبيب، هذا هو المستوى اللي وصلتي ليه الام ديالك. هاد خوك اللي خلاك في هاد الحاله شنو تبغي تقول ليه؟ نعم شنو تبغي تقول ليه؟ اش بغي نقول ليه؟ انا ما غنهضرش معاه، انا غنمشي ليه عند مندوب ديال الاطباء، غنتبرى فيه وغنتاخذ معاه الاجراءات القانونيه اللي ولا باغي يدير ليا حقي في با. ولكن المشاكل العائليه كتبقى بعيده على الخدمه. ما لقيتش شي باب اللي ندقو. واش انسان تيحرش عليا في امي ومانع من الحقوق ديالي؟ بغيت نسولك استاذ الله يجازيك بخير، واش الورد حلال ولا ماشي حلال؟ حلال عليك انت وخوتك. منين الورد حلال؟ علاش هاد الناس هادو باغيين يديو لي المسائل ديالي؟ انا كنتمنى من الام ديالي اذا كانت غتشوفني ولا كانت غتسمعني كنقول لها ابا الله يرحمه اللي هو الله يرحمه هو اللي بنا، هو اللي دار لكم هاد الخير هذا فاش كبرتوا عيشتوا ولادكم وولاد ولادكم، وكاين اللي تزوج جوج مرات، وكاين اللي دار الدار وقرا وصل الحمد لله، شي ما داروش بيديه، هذا داروه برزق با وبالمجهود ديال با الله يرحمه. انا ما جيت نتحاسب مع حتى شي واحد فاش 20 عام اللي ضاعت ليا من عمري وداروا فيها هما داك الشيء ديالهم. حاجه وحده حتى انا بغيت ديالي حقي في با اللي محللو لي الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وبغيت امي ما تمشيش متقلق غدا امام الله، وبغيت تخاف الله، وبغيت نداء لشي محامي ولد الناس، هذا هو الطلب ديالي، شي محامي لي ولد الناس اللي يوقف معايا ترجع الحق ديالي. انا ما بغيتش نسكت على الحق ديالي لان عرفت انا كنتفادى بان نوقف مع امي في المحكمه، ولكن خوتي ما حنوش فيه وكيلعبوا بهاد الورقه ديال ارضات الوالدين. بغيت شي محامي ولد الناس اللي يوقف معايا تناخذ الحق ديالي، وانا راه ما غاديش نضيعو. هادشي اللي كاين، نتمنوا خير ان شاء الله. اذا مشاهدينا كانت هذه هي القصه ديال عبد الغني اللي كما سمعتوا انه يعني عاش العذاب من حياه الرفاهيه، لقى راسو في الزنقه، لقى واحد في الاخوه ديالو كيحاربوا لدرجه انه الام ديالو تبدلات عليه، كيقول كنصوني على امي كنلقاها مغلوبه على امرها كتقول لي يا وليدي الغرب الله. الرساله ديالو واضحه للام ديالو والاخوه ديالو. الى هنا اخواني ما علي الا ان استودعكم الله، كان معكم حمزه اغني مبعوث قناه اشواق تي في، خلف الكاميرا اشرف عوينه، تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.